في طرق كتير علشان نقدر نحل بيها الـ Very Large Systems of Equations اللي كنا بنتكلم عليها عشان نحل مشكلة التوموجرافي. الحقيقة أحد الطرق اللي هي فعلا خلت التكنيك فعلا يقدر إن هو يتعامل بشكل رياليستيك أو بشكل براكتيكال على الكمبيوتنج ريسورسز اللي موجودة هي طريقة اسمها الباك بروجكشن ريكونستراكشن. الطريقة دي في غاية البساطة الحقيقة، يعني هي أولا هي is an efficient method to solve large linear systems of equations. يعني هي ما هياش طريقة تعتبر مثلا يعني طريقة يعني ما لهاش علاقة بطرق الحل العادية، لا هي طريقة iterative، يعني فيها يعني بكرر نفس الحاجة بعملها كتير، يعني لها طريقة معينة كده بابلاي بعض الماثيماتيكال اوبريشنز على الداتا بطريقة repeated، وفي الاخر بقرب كل شويه بابلاي الطرق دي بشكل متكرر، يعني بقرب من الحل شويه بشويه، وبالتالي يعني تعتبر الحقيقه تسمح ان احنا نقدر ان احنا نحصل على حل بطريقه سريعه، واقدر احسن في الحل ده ان هو يوصل في الاخر يبقى زيه زي الحل الاوبتيمال اللي بيطلع من اي طريقه من الطرق الاخرى. فيعني basically it's an efficient method to solve large system of equations, large linear system of equations. والفكرة بتاعته الحقيقة ان انا باخد الداتا بتاعت البروجكشن و distributed back equally along their path. يعني ايه؟ يعني فرضا مثلا انا عندي projection مثلا في الدايركشن ده كده. باخد الداتا بتاعت الدايركشن ده، باخد النقطة دي واوزعها بالتساوي على كل النقط اللي جت منها من الصورة. زي ما هي كده بالظبط. يعني اخد القيمة دي واحطها هنا في كل النقط اللي جت منها. لو عندي مجموعه من البروجكشنز بالشكل ده كده، ببتدي اعمل نفس الكلام بالنسبه لكل النقط، يعني كل واحده من دول برجع بيها على النقط اللي موجوده في الصوره، بحيث ان انا في الاخر لو عندي عدد كافي من البروجكشنز بقدر احصل على حاجه تبقى قريبه جدا 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 من الصوره بتاعتي. على سبيل المثال لو عندي صوره شكلها عامل كده، لو انا اخدت بروجكشن بس في دايركشن واحد بالشكل ده كده وعملت باك بروجكشن هيطلع لي الدنيا عامله كده، هيطلع لي النقطه دي طبعا لو عندنا بروجكشن في الدايركشن ده هيطلع لي طبعا نتيجه النقطه دي قيمتها عاليه، هيطلع لي القيمه بتاعت البروجكشن هنا عاليه، فبالتالي لو جيت عملت باك بروجكشن هتحط القيمه العاليه دي في كل النقط اللي موجوده في الخط اللي عملت فيه بروجكشن ده. نفس الكلام هنا هتبقى اعلى شويه، فبالتالي هتبان لي هنا برضو في كل النقط اللي هي عملت فيها باك بروجكشن بنفس القيمه. هنا اقل شويه هتظهر اقل شويه، هنا مفيش خالص يبقى معنى كده تظهر مفيش خالص. طبعا هنا شكلها طبعا اتس فيري باد، يعني اتس وان بروجكشن، عملت الحاجه اللي هنا دي طبعا دي ملهاش علاقه باي حاجه خالص، يعني فعلا شكلها مش ملوش اي علاقه بالصوره. لما ابتدي اخد بروجكشن مثلا في يعني مثلا في اتجاه 45 درجه هنا و45 درجه هنا، يعني بلس 45 وماينس 45، هلاقي يبتدي دلوقتي يظهر لي ان في هنا نقطه اعلى من بقيه النقط الثانيه، هنا نقطه برضو اعلى شويه بس مش بنفس القيمه. كل ما باخد بروجكشنز اكتر زي ما انتم شايفين بلاقي ان الصوره بتقرب انها تبقى قريبه جدا من الصوره الاصليه اللي كانت موجوده عندي هنا. لما اخد عدد كافي من البروجكشنز ممكن يحصل على حاجه بالشكل ده كده، طبعا ده مش عدد كافي برضو يطلع لي نفس الكواليتي دي، بس اكشوالي زي ما احنا شايفين كده احنا شايفين ان في فعلا حاجه طالعه لي قريبه جدا من الحاجه اللي انا ابتديت بيها هنا في الصوره الاصليه. فبالتالي احنا لو خدنا بروجكشنز كافيه وعملنا عمليه الباك بروجكشن دي بطريقه يعني صحيحه، هنقدر في الاخر نحصل على حاجه تبقى قريبه جدا من الصوره الاصليه. طبعا احنا لو بنتكلم على الباك بروجكشن، باك بروجكشن حقيقه كطريقه بنتكلم ان هي بالماثيماتيكال تيرمز، يعني بنتكلم انها اوردر ان سكوير، يعني بنتكلم على ان كل iteration بحتاج مثلا لو انا كنت بتكلم على سيستم اوف ايكويشنز مثلا في فرضا مليون ايكويشنز فرضا، يعني كل iteration بحتاج فيها مليون اوبريشن. فالحقيقه بنتكلم على الطرق الاخرى، بنتكلم ان هي ممكن تبقى اكتر من كده بكتير الحقيقه، ممكن تبقى بنتكلم على مثلا بنتكلم على حاجه تبقى اوردر ان تكعيب، يعني بنتكلم مثلا كل اوبريشن او كل مثلا الحل نفسه ممكن يتطلب مثلا 1000 مليون اوبريشن، which is يعني طبعا هتبقى حاجه ضخمه جدا. هنا احنا ممكن بفيو مليون اوبريشنز ممكن احنا نطلع حاجه تبقى شكلها قريبه جدا من الصوره الاصليه، which is يعني حاجه تعتبر الحقيقه كانجينيرنج سولوشن ممكن يبقى كافي جدا عشان يطلع لنا حاجه نقدر ان احنا نستفيد بيها يعني في التشخيص. انا هوريكم هنا مثال، انا عملت هنا برنامج صغير كده بياخد الصوره اللي موجوده ناحيه الشمال، الصوره اللي موجوده عندنا هنا دي كده، وبيعمل ريكونستراكشن من عدد من البروجكشنز مختلف.
فابتدي اول حاجه هنا ده ريكونستراكشن من اربعه بروجكشنز، هبتدي باربعه وبعد كده 8 16 وهكذا لغايه لما نوصل لغايه 256 ونشوف كل مره الريكونستراكشن شكله عامل ازاي بطريقه عمليه، وهنشوفه وهو بيتعمل قصاد عينينا. هنا مثلا زي ما احنا شايفين كده اربعه هتبتدي دلوقتي تبقى موجوده، دي كده اربعه زي ما انتم شايفين كده بقى دلوقتي يعني شكلها ملوش اي علاقه خالص بالصوره الاصليه. هنا 8 ابتدى يبقى فيه هنا حاجه تبتدي تظهر، الحاجه اللي كانت موجوده هنا ابتدت تظهر. 16 ابتدى يبقى فيه حاجه شكلها اوضح، بس زي ما انتم شايفين كده في عندي حاجه بنسميها ستريكنج نويز، بس ستيل في حاجه احسن. هنا 32 افضل وافضل، كل ما بنزود عدد البروجكشن زي ما انتم شايفين كده الريكونستراكشن بيكون افضل بكتير. 64 اكيد افضل، يعني شايفين حاجه اولموست واضحه بس زي ما انتم شايفين في ستريكنج ارتفاكت موجود هنا وهنا وفي جميع انحاء الصوره. 128 الحقيقه الصوره مش بطاله، الحقيقه شكلها قريبه جدا من هنا، نقدر نشخص منها اكشوال لو حبينا. فطبعا زي ما انتم شايفين كده في فرق كبير الحقيقه، لو نشوف بقى 256 اولموست هتطلع ايدنتيكال للصوره الاصليه. اولموست ايدنتيكال في كل حاجه، لو بصينا عليها كده في طبعا عندنا بعض الارتفاكس البسيطه كده موجوده، بس ستيل اتس فيري يوسفول ايمج ممكن نشوف فيها كل التفاصيل اللي احنا عاوزين نشوفها في الصوره. وزي ما احنا شايفين كده الريكونستراكشن بياخد ثواني، مش بياخد وقت طويل. الصوره دي الاوريجينال ايمج 256 في 256، يعني ايه 256 في 256؟ يعني بنتكلم على ان الصوره بنتكلم على ان هي يعني الماتريكس ايكويشن بتاعتنا او عدد الماتريكس ماتريس او عدد اللينير ايكويشنز الموجوده عندنا حوالي 64000 ايكويشن. 64000 ايكويشن يعني السيستم اوف ايكويشنز اللي انا بحله الماتريكس بتاعته 64000 في 64000. لو تخيلت ان انا بحل 64000 ايكويشن مع بعض وبطلع الحل في وقت ثواني زي ما احنا شايفين كده، طبعا اكيد بنعتبر ان طريقه زي الباك بروجكشن دي الحقيقه طريقه فيري افكتيف، طلع لنا حل سريع جدا، والحل الحقيقه الكواليتي بتاعته يعني ما حدش يقدر يقول ان هي مش اكسبتبل، تعتبر طبعا فيري اكسبتبل بالنسبه للوقت اللي احنا بنحسب فيه الصوره.